أو 3.1. بيئتي حياتي، برنامج أسبوعي يهتم بقضايا البيئة والتغيرات المناخية عبر استضافة خبراء وفاعلين في هذا المجال. الموعد كل أربعاء ابتداء من منتصف النهار معي رجاء بوستا. كونوا معنا، احنا ديما معكم. ديما معكم مستمعينا الكرام ضمن هذا العدد الجديد من برنامج بيئتي حياتي. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، ومرحبا بضيوفنا الكرام اللي مشرفينا داخل الاستوديو مباشرة من هنا من إذاعة الدار البيضاء في هذا العدد من برنامج بيئتي حياتي. كذلك من داخل الاستوديو تحية مجددة إلى الطاقم التقني اللي مرافقني في هذا الحصة الأثيرية المباشرة في المحافظة وتلقي المكالمات الهاتفية مريم السماحي، في الهندسة الصوتية والإخراج عبد الحق البلوطي، ومعكم وسعيدة بلقائكم مباشرة رجاء بوستا. في هذا العدد مستمعنا الكرام غادي نطرقوا الموضوع، سبق لنا تطرقنا في حلقات ماضية عن موضوع علم الطيور والعلاقات ديالو بالبيئة. إذن هذا في إطار سلسلة من الحلقات اللي أدرجناها سابقا، تعرفنا من خلالها على هذا العالم الغريب والحساس، علم الطيور والعلاقة بالمناخ وعلاقته بالمحافظة على البيئة. اليوم بحضور ضيوفنا الكرام غادي نطرقوا للجانب القانوني والتنظيمي لهذا العلم باعتباره علم مهم، وكذلك يساهم في المحافظة على البيئة والمساهمة كذلك في المحافظة على هذه الثروة هذه الخاصة بعلم الطيور. داخل الاستوديو مع ضيوف كرام نرحب بهم مجددا، الأستاذ عادل الرحموني صحفي وباحث مهتم بالبيئة والقانون المنظم للجمعيات. مرحبا مرة أخرى أستاذ عادل الرحموني. مرحبا بكم. معي كذلك الأستاذ مراد خالد، مؤسس وأول رئيس لجمعية المعارف لعلم الطيور ومؤسس اتحاد الأنطولوجي المغربي وعضو بالكونفدرالية الأرتونولوجية العالمية بالمغرب وأول مشارك لتغريد الطيور وباحث في تغريد الحصون صنف الكوبيا. مرحبا بك سي خالد. أهلا سيدي رجاء. كذلك معنا الأول مرة الأستاذ محمد أجد، الرئيس الحالي لجمعية المعارف لعلم الطيور والكاتب العام السابق بنفس الجمعية وعضو المكتب السابق لعصبة الدار البيضاء صطات لعلم الطيور ومندوب المكتب الحالي لعصبة الدار البيضاء صطات لعلم الطيور. مرحبا بك أستاذ محمد أجد. مرحبا بك لله. إذن كنرحب بكم ضيوف الكرام، كذلك كنرحب بكل مستمعين اللي متابعينا طيلة هذه الفترة الأثيرية المباشرة والخاصة ببرنامج بيئتي حياتي. إذن البداية دي تكون مع الأستاذ عادل الرحموني وصحفي وباحث مهتم بالبيئة والقانون المنظم للجمعيات. إذن هذا الحضور يعني مرة أخرى داخل الاستوديو بهذا العلم الخاص بالطيور، هو علم يعني تعرفنا على الجديد ديالو، تعرفنا على الأهداف ديالو، الآن غادي نتعرفوا على الجانب القانوني والتنظيمي لهذا العلم، هذا علم الطيور. شكرا الأستاذ رجاء، شكرا لمستمعي راديو الدار البيضاء الجهوي من خلال برنامج شيق جدا مهتم بالبيئة على مدار كل يوم الأربعاء. بالنسبة يعني كما قلت تكملة لهذا الملف هذا اللي العلم الطيور اللي فتحناه وفتحنا على الجانب التقني، الآن الجانب الإداري والقانوني اللي كنلاحظوا احنا كإعلاميين كفقط يعني محايدين، وأنا أسطر على هذا النقطة بالأساس، أنه منين كان الآن دخلنا في شراكات مع هاد الناس على المستوى الإعلامي وبحثنا معهم في الجانب القانوني، اكتشفنا بأن على المستوى المملكة المغربية هناك ثلاث جامعات. نعم، خاصة بهذا العلم. بهذا العلم اللي هي واش رمزيان استاذ؟ نعم. لا هي يعني ظاهرة صحية يعني، ولكن كتدل بأن هناك اهتمام بهذا علم الطيور اللي ما كناش كنعرفوا عليه شيء الكثير، الآن ولا قائم بذاته، هناك تنظيمات قانونية، هناك جامعات كتهتم بهذا العلم هذا. متفقين. نعطي فقط، هناك الجامعة الأنطولوجية المغربية اللي هي فوم FOM، كاينة الجامعة المغربية لعلم الطيور اللي هي FMO، وكاينة الاتحاد الأنطولوجي المغربي اللي هو UMO. نعم. هاد ثلاثة الجامعات كل جامعة مستقلة بذاتها وكتنشط في نشاط مهتم خاصة بنوع من الطيور، هذا لا يناقش. لكن عندما يأتي الاتحاد الدولي المغرب ويلقى بأن كاين ثلاثة ديال المؤسسات، جميل جدا. نعم. استطاع أنه يوحد في إطار مكتب موحد اللي هو كوم ماروك اللي هو الكونفدرالية الأنطولوجية العالمية. نعم.
تم الاتفاق على أنه يكون جوج عناصر من كل جهاز بالإضافة اللي هو رئيس اللجنة التحكيم على المستوى الوطني، نضاف لهم باش يكون المكتب أمبير سبعة ديال الإخوان حسب تنظيم القانون. هذا المكتب تأسس في أكتوبر 2014 وتعطاته في القانون الأساسي دياله الصلاحية ديال مدة تسير سنتين. هذا يعني أن مدة صلاحية المكتب ديال كوم ماروك انتهى في شهر 10 ديال 2013 يعني المدة الصلاحية الآن انتهى المكتب. العرف اللي كيدار هو أنه المكتب اللي كيسالي المدة الصلاحية إلا وأنه كيعقد جمع عام بحضور أعضاء المكتب ديال كوم ماروك من أجل إما وضع الثقة في هذا المكتب أو تجديد المكتب من عناصر جديدة من هذه الهيئات بثلاثة. للأسف كإعلاميين سمعنا بأن المكتب لم يجتمع، المكتب فيه سبعة واجتمعوا فقط ثلاثة وغيروا ما غيروا بدون استشارة مع أعضاء المكتب. والمفاجأة الكبرى التي سمعنا مؤخرا هو أن لا المكتب السابق ولا المكتب الحالي ما دفعش هذه الوثائق، يعني ليس لهم ترخيص من السلطات المحلية بوصل الإيداع قانوني اللي كيخليهم أنهم يكونوا كيشرفوا على هذه الهيئات بثلاثة أمام المنتظم الدولي، وهذا في حد ذاته إشكال قانوني اللي كيخلي على أساس أنه الآن أنا واثق في هذا البرنامج اليوم أن عدد كبير من المهتمين على المستوى الولاعة نتاع هاد الطيور وعلى المهتمين في الشأن القانوني أنهم كيتبعوا، لأن كانت واحد دعاية طيلة هذا الأسبوع باش تكون المتابعة، ويكفي أنه المجموعة ديال الواتساب أنه كثير من الناس كينتظروا الآن كيتبعوا هذه الحلقة. نعم. إذن في رأيك أستاذ عادل، يعني واش هذا التنظيم القانوني كيأثر بشكل مباشر على علم الطيور وعلى أن نزيدوا القدام بهذا العلم هذا؟ نعم. أن هناك كاينة مسابقات دولية مسابقات وطنية، نهضوا شوية بهذا العلم هذا، واش له تأثير سلبي على الجانب ديال علم الطيور؟ فعلا له تأثير، لأن لاحظت أنا شخصيا بحكم أن كجهاز إعلامي وقعنا واحد اتفاقية شراكة مع بعض الهيئات ديال هاد العلم الطيور، وحاولنا أننا ديبلاسينا معهم الجديدة وجدة بزاف ديال المناطق، اكتشفنا بأن هاد الناس كيضيعوا بزاف ديال الحوايج أفاق، لأنه ملي كيجي القانون المشرع الجديد اللي هو تطبيق القانون رقم 3009، لأن الآن السؤال مطروح عندنا مثلا الجامعة ديال الكلاب بالمغرب، عندنا الجامعة ديال الطيور، إلى أي قانون؟ واش قانون ديال وزارة الفلاحة أنهم كوزارة وصية، أم قانون ديال التربية البدنية والرياضة اللي تابع لوزارة الشباب والرياضة؟ القانون كان واضح بحكم أنه له جامعة الملكية المغربية للفرس، يعني الآن ممكن هاد الناس هادو لحد الآن إلى سولتيهم هما معنا غتلقى لا على مستوى الجمعيات ولا على مستوى العصب ولا على مستوى الجامعة، يعني كل جامعة الآن هاد الهيئات اللي ذكرنا إلا وعندها عصب من ضوية تحت اللواء ديالها، وهاد العصب عندها أندية. ناخدو مثلا مثال، إحنا في مدينة الدار البيضاء كاينة عصبة الدار البيضاء وسطات. أولا كان غادي يكون حاضر معنا رئيس العصبة ديال الدار البيضاء سطات اللي عاد انتخب مؤخرا في ولاية جديدة في الجمع العام الأخير ديال العصبة، لكن الظروف المهنية نتاع الجلسات المحكمة بحكم أنه أستاذ القانون محامي كان غادي يعطينا توضيح أكثر، لكن للأسف بحكم العمل. ولكن هالعصبة ديال الدار البيضاء تابعة لبريسك واحد 27 نادي. هل هاد الأندية اللي سولنا ومعنا رئيس الجمعية نتاع علم الطيور نتاع المعارف، هل استفادوا من منح من العصبة؟ هل العصبة تستفيد من منح من الجامعة؟ إذا الشكل القانوني هو اللي ذكرتي أستاذ السؤال، هو أنهم كيتأثروا. علاش؟ الآن كيخسروا الناس الولاء من جيبهم أنهم باش يديبلاصا ويوكل الطير ويهتم به والتلقيح، وكان هناك معارض موازية مع هاد التغريد ديال الطيور المسابقات، كتلقى السيد جاي من تطوان أو من الشمال والديبلاصا قبل منها بواحد الغرب أيام الإسبانيا، وجاب بعض المقتتات نتاع سميتو كيعرضهم للبيع في المعارض. هذا في حد ذاته كاين إشكال قانوني أنا كنعتبره، لأنه مثلا ملي كنوجدوا مثلا بحال مثلا الجامعة الملكية المغربية، عفوا الجامعة المغربية لعلم الطيور اللي هي اف ام او، كنلقاو رئيس الجامعة في نفس الوقت هو رئيس لجنة التحكيم،
بالله عليكم هذا سؤال قانوني، هل ممكن أن نجد يوما من الأيام فوز القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يحكم ديربي الرجاء والوداد؟ هنا باش بغينا نحطوا الإشكال القانوني اللي كاين. أضف إلى ذلك أن أنت رئيس جامعة في جهة مكناس ولديك جمعية بمكناس وتسير جامعة وليست لك عصبة في المنطقة، هذا خرق قانوني كذلك. ولكن الجمعيات هنا يعني عندها حق الرد، عندها حق يعني أنها تعترض، خاصة غنمشي عند السي مراد خالد وهو مؤسس وأول رئيس جمعية المعرفة علم الطيور. بعدها أنت أول مؤسس للجمعية، كيف جاتك الفكرة بأنك تأسس جمعية ديال علم الطيور وأنت باعتبارك أول مؤسس لها وكذلك مؤسس اتحاد الأنطولوجي المغربي؟ السلام عليكم. شنو المشاكل اللي لقيتي كمؤسس الجمعية في المرة الأولى أستاذ خالد؟ يعني شكرا بعد الاستضافة أستاذة رجاء وشكرا للحضور الكريم. أولا مسألة فكرة التأسيس هي ما جاتش فكرة شخصية وانفرادية، فكانت هناك ننتمي لواحد الحي اللي هو حي المعارف معروف في مدينة الدار البيضاء اللي كيضم واحد المجموعة من الهواة اللي عندهم واحد الدراية واحد الباع طويل في الميدان. نعم. وبمجالستنا لهاد الناس وهاد الاساتذه يعني تكونات بحال اللي قلتي واحد 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 الحميه ديال داك الحي، بداو تكوننا بزاف ديال الهوات من هاد الصنف، وجاتنا فكره اننا نأطروا العمل ديالنا والمشاركات ديالنا في هذا الميدان في اطار جمعيه تهتم بتربيه وعلم الطيور. نعم. هذه هي الفكرة الأساسية، وخاصة طائر الحسون، لأن الهاجس الأول اللي عند هذه الجمعيات مثلا ديال خاصة طائر الحسون هو الهاجس ديال أننا كنخدموا بواحد المادة خام اللي هي طائر مهدد بالانقراض، وهذا كيشكل واحد 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 يعني واحد المسألة مشكل كبير. نعم. خاصة أننا في هذيك الوقت يعني في 2005 ولا 2006 لم يكن للجمعيات المهتمة بطائر الحسون واحد ترسانة قانونية ولا اللي كتحميها في الهواية ديالها، فكان هناك واحد فحال قلنا كنا في مخاض. نعم. بهذه العبارة بالدارجة ما كناش عارفين لما نعطيو الراس. هل القطاع الرياضي، هل الجامعة القنص، هل ما عرفتوش من تجارة تشدو كيف تماما لأن كان والحمد لله كانت هذيك المرحلة اللي كنسميها دائما المرحلة الجميلة في هذا الميدان، لأن كان المخاض الحقيقي قبل ما يكونوا الاختلافات، قبل ما ينبطقوا كيانات أخرى، كانت هناك واحد تجمع كبير ديال الهواة ديال المغرب كامل تحت واحد لواء واحد اللي هو الجامعة اللي كيسميوها الناس في المغرب كاملين الجامعة الأم، هي لا اف ام او، الجامعة المغربية لعلم الطيور. نعم. إذا سمحتي سي خالد غنتوقفوا دقائق مع الأذان صلاة الظهر ونرجع نكملوا معك موضوعنا. كان هذا أذان صلاة الظهر حسب توقيت الدار البيضاء، تقبل الله صلاتكم بمزيد من المغفرة والتواب. دائما مستمعينا الكرام تواصلين معكم مع برنامج بيئات حياتي، وموضوعنا اليوم هو الترسنة القانونية لعلم الطيور بحضور ضيوف كرام. نكمل معك أستاذ مراد خالد، كنا كنتكلموا على التأسيس ديال الجمعية والمجهودات ديالكم للنهوض بهذا العلم هذا، تفضل. نعم. فكما قلنا فكانت هناك جامعة واحدة هي الجامعة الأم كما كنسميوها في القطاع ديالنا، الجامعة الاف او ام او الجامعة المغربية لعلم الطيور. وتما منين بدات كتختلف الرؤى ما بين الجمعيات المنخرطة تحت لواء الجامعة، فكان هناك واحد الانشقاق اللي كان قمت بها انا شخصيا بمعية بعض الجمعيات الاخرى. شنو كانت الاهداف ديالكم وما لقيتوهاش في هذه العصبة هذه؟ شنو الاهداف اللي ما لقيتوش ان خصها تحقق لهذا العلم هذا وما لقيتوهاش تحت اللواء ديال هذه العصبة هذه؟ اخت رجاء، دائما كان المطالب ديالنا ولا الهاجس ديالنا هو احترام القوانين والتنظيم ومحاربة العشوائية في التسيير. هذه دائما حتى المطالب ديالنا كتابيا دائما كانت، حتى خروجنا من الجامعة في هذاك الوقت وتأسيسنا للاتحاد الأورنيتولوجي المغربي، المطالب اللي كنا رسلنا أنه هناك خروقات كبيرة كانت وكانت واحد العشوائية في التسيير.
بالنسبه للطيور نتكلموا على الطيور. بالنسبه للطيور ما عندناش اشكال احنا في الطيور، عندنا اشكال في مساله مؤسساتي. مؤسساتيا هناك مشاكل بالنسبه لهوه الطيور في تسيير قطاعي، هذا هو الاشكال الكبير. اذا يعني ما عرفتوش اش من اش من اتجاه غتاخذوا، اش من كيف ما قلتي غير شويه دابا انكم ما عرفتوش ملي اسستوا الجمعيه ما عرفتوش لاش غادي تنتمي واش من جهه بالضبط. تماما، وهذا هو اللي دفعنا اننا نشكلوا كيان اخر باش نشطوا بكل اريحيه ولا ندخل في منافسه غير شريفه مع الكيان. شنو اختاريتوا؟ اختارينا الاتحاد الاورنيتولوجي المغربي. كان يضم تقريبا واحد 12 جمعيه. نعم. من جميع ربع المملكه. وانطلق المسيره ديالنا في هذا الاتحاد. المسيره شنو؟ عباره على شنو؟ المسيره عباره عن 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 تأطير الهوات في كل ما يخص بتربيه وتربيه الطيور خاصه طائر الحسون. بتأطير ندوات، بتكوين الهوات في تغريد الحسون، في جلب حكام اسبان من لتأطير الهوات المغاربه. تنظيم مباريات على اعلى المستوى واستدعاء حكم اجنبي في هذه المباريات وقيام باختبارات للحكام، يعني درنا حتى دورات تكوينيه للحكام في مدينه اكادير في 2009 باستضافه ديال الجمعيه السوسيه لاكادير انذاك اللي كانت تحت لواء الاتحاد. يعني هذا هو الهاجس اللي كان عندنا وهذا هو العمل اللي قمنا به. كانت الولايه ديالي في الاتحاد ثلاث سنين من 2008 حتى 2011. وكنت راضي على هذه الولايه هذه ثلاث سنوات، كنت بمجهودات. نعم. كنت باشياء يعني عونات كيف ما كنقولوا الملاعين او الهواس ديال هذا العلم. نعم. هذا نعم، وربما الاخوان اللي كانوا معنا في هذاك الوقت يعني هما شهود على ديك المرحله اللي الحمد لله. وكانت حتى بشهاده الجامعه الام، فكانت هناك واحد المنافسه جميله ما بين هذا الكيان، هذا الكيان ديالنا ديال الاتحاد والكيان الاول. كانت هناك منافسه وكان هناك رواج في هذه الهوايه. هذا هو بصفة يعني مختصره كيفاش نباطقوا هذه الجامعتان من جامعه واحده. إذا أستاذ خالد ندخل معك شوية في المسابقة الدولية باعتبارك أول مشارك أو من المشاركين المغاربة في البطولة الإسبانية لتغريد الطيور. إلا قارناها، إلا بغيناك تعطينا لمحة يعني مقارنة ما بين المباريات اللي كتكون في المغرب والمباريات اللي كتكون خارج المغرب. إسبانيا كمثال يعني شنو الفرق كاين في مسألة التنظيم. نعم، كنرجعوا دائما لمساله التنظيميه. التنظيم مثلا مساله ان الانسان يحترم الهوايه ديالو. مثلا في اسبانيا للرجوع عن الكلام اللي تفضل به السي عادل الرحموني، فالقطاع ديال الطيور في اسبانيا هما عندهم اختصاص. هما عندهم اختصاص ديال الطائر الحسون. نعم. كطائر مغرد ما عندهمش جامعه اللي فيها كل اصناف ديال الطيور. علاش؟ لان الطائر الحسون عنده القوانين الخاصه به. فهما كيستمدوا التنظيم عفوا يستمدوا القوانين ديالهم من الهيئه اللي في حال ديالنا حنا المندوبيه الساميه للمياه والغابات. هذا هما عندهم تما واحد الكيان في هذا الشكل، وكيستمدوا القوانين ديالهم من وزاره الشباب والرياضه ديالهم اسبانيا. لان ملي كنقولوا دي كونكور دو شون مباريات في التغريد، فهذا يفيد منافسة ويفيد أنه كل متبري يأخذ جزاء ميدالية ولا كأس ولا جائزة على 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 ذاك التنافسي ديالو. هنا كيجي الجانب ديال الرياضي في الهواية ديالنا. نعم. وهذه المسألة كنا كناديو بها بزاف. حنا الهواية ديالنا فيها جانب اللي هو تراثي فني هذا، ولكن هناك جانب رياضي لأننا كنديروا مباريات. نعم. فحتى الجامعة ديال الشباب والرياضة في إسبانيا كيوضعوا لها هاد الجامعات ملفات ديالهم وكيوليو تحت يعني رحمه القوانين القوانين ديال الرياضه ديال الشباب والرياضه في اسبانيا بين قوسين. ووزاره ثالثه اللي كتاثر الميدان هي وزاره ديال الامبيانتي كيقولوها بالاسباني، يعني لونفيرونمون، وزاره البيئه. البيئه. نعم. اذا هادو غير اصحاب الحسون في اسبانيا كيستافدوا من ثلاث لي توتيل ديال تروا مينيستير ديال الناس ديال القنص وديال هذا وديال البيئه وديال الرياضه. وهذا هو هذا هو اللي ناقصنا حنا هنا. هذا هو اللي ناقصنا حنا هنا.
هناك دابا كاين الحمد لله القطاع مؤخرا يعني كنعتبرها واحد احسن ما وقع في تاريخ الهواية الطائر الحسون في البلاد. المسطرة ديال المسطرة ديال الامساك والحيازة اللي صدراتها المندوبية السامية المياه والغابات. طيب ما معنى الامساك والحيازه؟ نمشي عند سي مراد، يعني مصطلحات غريبه علينا شويه، يعني خاصه بعلم الطيور. يعني هذا الجميل في الامر اننا كنتعرفوا على هذا العالم، هذا اللي كيف ما قلنا في حلقات سابقه هو عالم حساس باعتباره انه تعتمد على الطيور، وهي كائن يعني حساس جدا وصغير وكيتطلب يعني منا الاعتناء به. اذا الحيازه وهذه المصطلحات هذا استاذ محمد اغشت. السلام عليكم استاذ رجاء. قبل بغيت ناخذ من عندك غير واحد جوج ديال الثواني نترحموا على واحد جوج النشطاء الجمعويين، هو الحاج محمد الجواحي والسي محمد اورياغل. هذا السي محمد اورياغل هو من مدينه اكادير، والحاج محمد الجواحي هو الاب ديال السي جواحي اللي كان معكم مؤخرا هنايا. نعم. غندوزوا للمصطلح ديال القانون ديال الحيازه. وهاد انا كرئيس جمعيه المعارف حاليا، من الهواجس ديالنا حنايا مع الناس اللي تيديروا، حيت حنا كنديروا الحسون، هو هاد القانون ديال الحيازه والامساك. هاد القانون ديال الحيازه والامساك كان شرف عند الجامعه المغربيه اللي وضعته، ولكن هذا الدار كقانون، قانون هو المنع. الحيازه والامساك سي اون ديروغاسيون، عطاونا بحنايا كنديروا في هذا الميدان هذا، قالنا ودي نتوما يا كتنشطوا في هذا الميدان غنعطيكم القانون تيقول لك المنع ديال الحسون، من ثم كتنشطوا في هذا الميدان غنعطيكم التصريح بانكم الحياز. الامساك هو الصيد، لا كابتشور. والحيازه هو ملي تيكون عندك الطائر في الدار ديالك تقد تمشي تهزو وتمشي تشارك في شي في شي في شي مسابقه مباراه وانت وجهك حمر، لان دابا قانونيا اي واحد من الناس ديال السلطات يقد يشدك يقول لك اودي هذاك نتايا هز واحد الطائر محمي اي حق. نعم. حنايا وضعنا وهذا هو الهاجس ديالنا، هذا هو اللي كنطالبوا به الناس، رئيس العصبه والجامعه، باش يزيدوا لنا يشوفوا لنا مع السلطات. هما وعدونا غيكون واحد المعرض نهار في القنيطره. نعم. غيكون في المندوب السامي ديال المياه والغابات باش يطلقوا لنا هاد التصاريح، حيت حنا حطيناهم العام اللي فات، باقي لحد الان ما تحطوش من هاد التصاريح. الا جينا نهضروا قانونيا نديروا مسابقه يشدونا غير قانوني، يقول لك اودي انت يا هذاك الطير اللي جايب اي حق انت جايبه، ما عندك شيء، انت عندك الطير في دارك بحال فرنسا وكل شيء، انت عندك الطير في دارك خصك تكون عندك بحال نقولوا لاكارت كريز ديال الطوموبيل، طائر عنده واش هادشي بالنسبه خاتم. للعموم ولا بالنسبه انتم كنشطاء في هذا المجال؟ هو بالنسبه للعموم راه غير قانوني يكون عندك طائر حسون، غير قانوني الان هذا هو القانون، هذا تيقول القانون. دابا الا مشيتي مثلا، يمكن جبد عليا الصداع اليوم، ولكن الا مشيتي للقريعه ولقيتي واحد هاز مقنين راه تيخرق القانون. نعم. جيت انا للدار ديالي عندي مقنين تنخرق القانون، ولكن صريح ضروري بانك في الحيازه ديالو. هذاك تنديروا حنايا واحد الخواتيم ديال الطائر فيهم النمره، فيهم واحد النمره، وهذيك النمره كتكون ايدونتيفيابل، ما تتكونش نمره بحال نمره اخرى، تتكون كل واحد عنده النمره ديالو. دونك حنايا تنقيدوا هذوك الخواتيم، تنعطيهم المياه والغابات تيعطيونا تصاريح، انت الطائر فلان فلاني اللي هاز النمره فلان فلانيه مصرح لك يكون عندك. دونك تيكونوا عندك هذوك التصاريح، الوقت اللي تيموت هذاك الطائر ولا شي حاجه كتعاود ديكلاري به باش تعاود تاخذ قانون، وما عندكش الحق يكون عندك كتر تشد اكثر من 40 ويكون عندك في الدار اكثر من 30. هذا هو القانون. نعم. دونك القانون دابا راه في المغرب راه تيخرقوه الناس كاملين. نعم. ولكن ماشي بيدينا حنا كجمعيه درنا باللي علينا. نعم. شدينا كي حنا راه ما كنعرفوش هذا الشيء استاذ محمد. نعم. يعني ما عارفينش هذه المسائل. دابا انا مثلا عندي طائر. نعم. ولا جوج ولا ثلاثه في الدار، ما عارفش انا هذه المسائل بانني انا خارقه القانون، غير الطائر الحسون. اما بحال الميستو ديال السي علي اللي هذاك اللي عندك في الدار، هذاك مسموح به لان هذاك هاجين. هاز خاتم هاجين. هذاك
هذاك هجين سي تاني بغيت ولكن راه كيبان لي ندير خاتم فيه لان هذاك الخاتم واجب اوبليغاتوار بغينا نديه للكونكور فاش كديه للمباراه تيخص يكون عنده خاتم الا حنا تنقولوا حفيان لا ما عندوش الخاتم ما يدوش لك في المباراه راه كان السي ريماوي كنذكر هنايا ما يدوش عندك في المباراه دونك حنايا داك الاجراءات اللي قالوا لنا اللي دارت اللي تقالت في الجامعه وكل شيء كجمعيه قمنا باللي علينا مي اون كونتر بارتي ما عندناش داك الروتور باش حيت عندنا منخرطين كاين الناس يقول لك اودي انا عندي الطائر ديالي خصني نديه بخير ونجي بخير انا غادي انا وليداتي للجرده ولا للغابه وندي داك الطائر ويخرجوا معاه ويوقف عليا السيد ديال المياه والغابه اش نقول ليه دونك حنا كنا حنا تنطالبوا الجامعه من هذا المنبر تنطالبوا الجامعه وتنطالبوا العصبه باش يسيروا لنا هاد الامور حنا دفعنا الدوسيات هذه عام وكل شيء الهاجس ديالنا هو هاد الامر هذا طيب بالنسبه للمباراه كذلك خاص تسناو هاد التصاريح هذا باش ممكن انا لا دابا في المباريات حنايا تنمشيو تنطلبوا التصاريح مثلا من عند السلطات باش بان غنديروا مباراه ديال تغريد طائل حسن كلشي تيعطيونا ديك التصاريح بهذوك التصاريح تنمشيو تنديروا المباريات ديالنا حيت عندنا الطيور ديالنا عندهم لي باغ عندهم كلشي دونك الا جيتي تشوفي حنا قانونيين واخا اونتر بارونتيز ما عندناش اي داك التصريح نعم ما عندناش التصريح ديال الحيازه وديال الامساك دابا اللي مهم بزاف هو ديال الحيازه الامساك الصيد حتى من بعد ماشي مشكل مي ديال الحيازه حنا عندنا مهم بزاف كناس ديال الجمعيات نعم اذا معلومات مهمه لاول مره انا بعدا كنعرفها شخصيا هادو كنا درنا لقاءات مع شي مع الناس وكل شيء باش نديرهم غير هذا تيخص نعم دوركم كجمعيه هنا خصكم يعني تنظموا ندوات وتنظموا ايام باش تعرفوا كل اللي مولوع بهذا الفن هذا او بهذا انه يربي الطيور ولا هذا انه يعرف هذا الشيء الحيز من واجبكم انكم تعرفوا هذا الشيء في الحيز الضيق ديالنا كنديروه نعم مي اشخاص خاص هاد ثلاثه الكيانات اللي كاينين ولا نقولوا جوج الكيانات اللي كاينين اللي عندهم البوا كثير خصهم هما يكونوا يديروا بحال هاد اللقاءات يديروا لقاءات يا اما في الاذاعه يا اما في التلفازه يا اما باش الناس يعرفوا حيت كاين بزاف الناس خارج الجمعيات حنا كنحاولوا نجمعوا الناس باش نجيبوهم للجمعيات كاين خارج بزاف الناس خارج الجمعيات تتقول له تجي جمعيات اش غندير فيها اش غندير باش غتنفعني باش اول حاجه تيقول لك واحد المولع تتقول له الجمعيه تقول لك باش غتنفعني وراه غتنفعوا بزاف في هذه المسائل الخاصه بالطيور خاصه معلومات جد مهمه تعرفنا عليها معك اليوم جزاكم الله خير استاذ محمد رشدي انا شخصيا يلا بديت كنعرف هذه المسائل سي عدي الرحموني اللي غادي يكون ان شاء الله ضيف غدا في مهرجان الطيور بالقنيطره في الدوره ديالو الثانيه اللي غيتواصل من 15 حتى 18 دعوه من الناس ديال المهرجان اللي استاذ عدي الرحموني شنو كتشكل هذه الدعوه هذه اولا هو النادي الارنوتولوجي ديال القنيطره اللي منظم المهرجان الطيور بالقنيطره في دورته الثانيه واللي غيكون ضيف شرف الدوره مجموعه ديال البحث من اجل حمايه الطيور بالمغرب هاد الايام غتعرف افتتاح يوم غد الخميس 15 دو جانبير الى غايه يوم الاحد 18 دو جانبير بالقاعه المغطاه الوحده خلف البلديه ديال القنيطره المهرجان يعرف معرض ديال الطيور انشطه تربيه الاطفال مباريات في تبريز الطيور ندوات حول البيئه وتربيه الطيور تحت شعار تربيه الطيور ثقافه وتنميه ومحافظه على الموروث الطبيعي البرنامج لماذا مهرجان الطيور يعتبر هذا المهرجان الطيور بالقنيطرة الذي ينظم النادي الأنتولوجي القنيطري محطة هامة يسعى المنظمون من ورائه التحسيس بأهمية تربية الطيور ومدى مساهمة المربين في المحافظة على بعض أصنافها وخصوصا المعرض المعرضة للانقراض وكذا علاقتها بالمحافظة على البيئة وهذا من خلال المعرض الذي سيؤتت بعدد كبير وأصناف مختلفة من الطيور ما يقتصرش فقط على الحسون وعلى يعني كان هناك مجموعة من الطيور كما يهدف المهرجان إلى إبراز الجانب العلمي لهواية تربية الطيور وذلك من خلال الندوات التي سيؤطرها خبراء في مجال الأرنيتولوجي والمجال البيئي وكذا إبراز مدى مساهمة هذا القطاع في التنمية البشرية ولإعطاء فرصة
للهوات لاستفادة من خبرات دولية. تمت برمجة مباريات في تبريز الطيور بإدارة حكام أجانب، وستعرف هذه الدورة مشاركة مجموعة البحث من أجل حماية الطيور بالمغرب كضيف شرف، والتي ستقدم برنامجا مهما من عروض والمعارض. فقط يعني تخصصت هناك 7 ديال الأنواع ديال المسابقات نتاع الطيور اللي هي كناري الشكل، كناري اللون، طيور الزينة يعني المالينوا الثنائي، المالينوا الرباعي، المالينوا الفردي، تمبرادو الفردي، بالإضافة إلى عدة ورشات كتهم الرسم والبستانة وتدوير النفايات. وكذلك هناك يعني تربية كناري اللون، أهمية تربية الطيور في الحفاظ على التنوع البيولوجي. هذه مجموعة من الندوات اللي غادي ينشطوا فيها بعض الأساتذة الباحثين. ثم مسطرة حيازات وإمساك الطيور البرية، وغادي يكون هذا الموضوع مهم اللي غادي يترأسه زهير أمهاوش رئيس قسم المنتزهات والمحميات الطبيعية. هذا هو للشكل العام باختصار هذا البرنامج هذا اللي غادي يكون افتتاح ديالو غدا ان شاء الله، واللي توجهتنا الدعوه بحكم انتمائنا يعني اهتمامنا بالبيئه. ولما نساوش بان المهرجان داخل في اطار الفعاليات نتاع حتى اللي نظم المغرب في كوب 22. هذا بشكل فقط للاشاره. باش ما يتاولش الكلام ديال هذه الجلسه هذه، انا كنوجه نداء لا للرؤساء الجامعات بثلاثة ولا ديال كوم ماروك، أن لهم حق الحضور لأن البرنامج مفتوح. نعم أكيد، اللي قدوا يفيدونا أكثر بمعلومات المعلومات وفي هذه المسائل، ولهم حق الرد. نعم. لأن احنا ما كنمسوش الأشخاص بما بأكثر ما أننا كيهمناش الجانب التنظيمي. نعم. ديال هذا العلم، هذا هو الأهم. نعم. شيء. نعم. واللي ما بغيناش احنا كنحاولوا نتفاداو أن بعض الناس كإعلاميين أننا نخليو هاد الناس يلتجؤوا للمحاكم. نعم. لأنه بغينا هاد مادام احنا يكفينا فخرا أن هاد المهرجان ديال القنيطرة فيه عدة ورشات، فيه عدة ندوات. نعم. اللي غادي يجمعوا هاد الناس هادو، ونتمنوا أن هاد الجامعات يوحدوا الرؤى. نعم. أننا نرفعوا من هاد العلم هذا. نعم. سي مراد خالد، إمتى غنشوفوا مهرجان خاص بالطيور هنا بمدينة الدار البيضاء على غير مهرجان قنيطرة؟ تفضل سي خالد، ومن بعدنا غنعطي الكلمة سي محمد أغشت. صراحة هو احنا لما يقام مثلا مهرجان وطني. نعم. ويصبح تقليدا في 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 المغرب، فصراحة هناك واحد الالتفاف ديال جميع الهوات المغاربة حول هذاك المهرجان. فاحنا صراحة احنا عندنا واحد هذا المهرجان اللي غيتقام ان شاء الله الاسبوع في مدينة القنيطرة، غتكونوا حاضرين فيه طبيعة الحال. فتم توجيه الدعوة رسمية الى 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 عبد ربي. نعم. وسنكون من الناس اللي غادي يوقفوا مع الناس ديال القنيطرة وهذا. فكما قلت لك احنا هذاك المهرجان ديالنا كاملين، ولكن احنا بغينا نشوفوا بجهة الدار البيضاء سطات. هناك اظن في البرنامج ديال في مدينة الدار البيضاء هناك معرض. نعم. في شهر يناير أظن. نعم. المقبل، ما كنذكرش التاريخ بالضبط، سوف غادي يقوم به أظن النادي البيضاوي. نعم. وحط معرض ديال طيور الزينة وهذا، هناك مبرمج معرض في مدينة الدار. احنا بعد ان شاء الله نتمنوا كنبقاوش بلاش. نكملوا ما صرحنا به سي خالد، مهرجان خاص بالطيور ان شاء الله بمدينة الدار البيضاء في يناير. كاين مهرجان خاص بالطيور هنا في مدينة الدار البيضاء غيقوم به النادي البيضاوي برئاسة السي حمودة، غيكون في الشهر المقبل إن شاء الله. غير الطيور الزينة. أما بالمهرجان ديال القنيطرة فيه واحد الخاصية اللي كتهمنا حنايا كجمعيات، حيت حنا كنديروا الطائر الحسون، هما عندهم بزاف ديال سميتهم، مي هما معاهم واحد السيد تبارك الله السي عادي الذهبي تيهتم بتفريخ الحسون في الأقفاص. دونك هذا واحد الهاجس، حنا كجمعيه المعارف بدينا في هاد السنه هذه، عندنا اعطاء اللي مع طائر الحسون في المقيراد، وعندنا مشاكل في الحيازه والامساك. الحل الوحيد ديالنا دابا هو تفريخ الحسون في الاقفاص. دونك حنايا غنتعاونوا مع هاد الناس ديال الناس القنيطره، حيت هذا السيد تبارك الله في مشى مزيان في هذا الميدان. هذا كاين واحد السيد تيولي السي الحسين خوادير في مدينه الرابع
الرباط، هادو ناس اللي كانت تعاونوا معهم دايرين واحد مجموعة ديال تفريق الحسون في, في, في الواتساب اللي فيها واحد مجموعة ديال الشباب تبارك الله من المغرب كامل، هي تحت رئاسة واحد السي مروان والسي محمد علي، و زعما باش نلقاو الحل راسنا ما نلقاوش شيء منحصرين في هذا الميدان هذا. نعم اذا هذا موضوع اخر، تفريخ لحلقه اخرى باذن الله نتعرفوا على كيفيه تفريخ الحصون. مرحبا بالله، نواكبكم ان شاء الله في هذا المهرجان الاول ديال الدار البيضاء بالنسبه لعلم الطيور. جزاكم الله خير. كلمه اخيره لكل ضيوف الكرام، نبداو بك استاذ عادل الرحموني. انا فقط كنتمنى الخير وكنترجى الخير، لان هذه الطبيعه خصنا نحافظوا عليها وحنا مسؤولين عليها. نعم. وما يعني كان لي واحد السؤال كاعلامي للسي مراد، ما عرفتش واش الوقت يسمح لنا. ما بقاش كيسمح لنا الوقت استاذ عادل، الطاقم ديال الاخبار كيتسنى ان شاء الله باش يدخل. اذا نتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله ومسيره موفقه. حنا دائما نبقاو في سلسله من الحلقات بخصوص هذا الطائر ديال الحسون، كيف ما قلت هناك موضوع اخر هو كيفيه تفريخ الحسون وكيفاش نحافظوا عليه، نتلاقاو مع مستمعينا الكرام في حلقات اخرى. شكرا جزيلا للضيوف الكرام، استاذ عادل الرحموني صحفي وباحث مهتم بالبيئه والقانون المنظم للجمعيات، كذلك الشكر الجزيل الأستاذ مراد خالد مؤسس وأول رئيس لجمعية المعارف لعلم الطيور ومؤسس اتحاد الأنطولوجي المغربي وعضو بالكونفدرالية الأنطولوجية العالمية بالمغرب وأول مشارك في مسابقة تغريد الطيور بإسبانيا وباحث في تغريد الحسون صنف الكوبيا. شكرا جزيلا أستاذ مراد خالد. كذلك الشكر الأستاذ محمد أغجد الرئيس الحالي لجمعية المعارف لعلم الطيور والكاتب العام السابق بنفس الجمعية وعضو المكتب السابق لعصبة الدار البيضاء إسطات لعلم الطيور ومندوب المكتب الحالي لعصبة الدار البيضاء إسطات لعلم الطيور. شكرا سي محمد أغجد. جزاك الله علينا، بارك الله فيك. شكرا لكم مستمعينا الكرام، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، كذلك شكرا لمريم السماحي في الهندسة الصوتية، شكرا لمريم السماحي في المحافظة وتلقي المكالمات الهاتفية، شكرا لعبد الحق البلوطي في الهندسة الصوتية والإخراج، وكنت معكم وسعيدة بلقائكم مباشرة رجاء بستان. تلقاو معكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من برنامج بيئة حياتي الأسبوع المقبل، لكم تحياتي في أمان الله، لحظات وتلتقون مع النشر الجهوي المفصل مباشرة من إذاعة الدار البيضاء للساعة الواحدة.